فعملاقة تقنية ميتا في خطوة يراها البعض متوقعة. لم تعد منصات العالمية فيسبوك أو إنستغرام مجانية بشكل كامل بعد اليوم. فالعلامة الزرقاء أو رمز التحقق باسمها التقني أصبحت من الآن فصاعدا بمقابل مادي بداية من أستراليا نيوزيلندا والأسبوع المقبل. العلامة التي حملت قيمة مضافة وأصبحت بابا يطرقه المشاهير ليوثقوا حساباتهم تواجه اليوم تهديدا أن تفقد قيمتها ونجوميتها، خصوصا مع رفض عدد لا بأس به أن يدفعوا مقابلها. لكن الخسارة قد تكون متبادلة بين ميتا والمشاهير، وهذا الربح الذي ترجوه ميتا قد ينعكس سلبا على قيمة العلامة الزرقاء معنويا. وربما يكون الأكثر ربحا هم الناس العاديون، فالذي يستطيع دفع المال سيكون بحساب ترتسم جانب صورة العلامة الزرقاء الشهيرة. لكن الحديث الأهم هو ما ستحصده ميتا من هذه الاشتراكات الشهرية. المزيد معك لميس. بحسب آخر إحصائيات موقع فورويك أم بي آي الذي حلل نموذج أعمال ميتا لعام 2022، فإن الأرباح تقسم لعدة أرقام والإيرادات تأتي من طرق مختلفة. نحو 113 مليار دولار تقريبا تأتي من الإعلانات التي تنتشر عبر فيسبوك وإنستغرام بشكل كبير. أكثر من 2 مليار دولار أمريكي تأتي لميتا من مبيعات الأجهزة التي تنتجها كالنظارات الرقمية وغيرها من منتجات الواقع الافتراضي. أيضاً يربح فيسبوك من المدفوعات والرسوم المفروضة على نوع معين من المستخدمين ما يزيد عن 809 مليون دولار. 116 مليار دولار أمريكي كانت معدل ما حققته شركة ميتا خلال سنة 2022، لكنها وبسبب الميتافيرس فقد انخفضت أسهمها كثيراً عن السابق بما يصل إلى 26 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من العام الفائت. إذا كان التوثيق بالنسبة لي مفيد، يعني بيعطيني ميزات، بيعطيني خيارات أفضل من ناحية المقاطع، الدعم الفني، بيجعل حسابي أكثر تفاعل، أكثر تأثير، ممكن. لا طبعاً لا، أنا ضد التوثيق اللي يكون بمبالغ، لأنه حسابات الشخصية كمان، ممكن حسابات العامة، ممكن لأنه المعرضة للانتهاك. لا ما أوثق حسابي فلوس، والله ما يحتاج أن أوثق بفلوس، شغال الحساب حقي وما يحتاج أن أوثق بفلوس الآن. ما يفرق لأنه مردود مالي ما عندي أنا، لو في عائد مادي ما في مشكلة. لا ما أوثق لأني ما أحتاج لتوثيق، ما أحتاج، يعني ما عندي الشهرة ومتابعين اللي استفيد منه في اعلانات او حاجه زي كذا. الفكره ان انا يعني ما اعتقدش ان انا هعمل الموضوع ده لسبب، لان يعني اللي بيوثق او يعمل حاجه زي كده بيبقى مهتم اكتر بالسوشيال ميديا او كده، وانا حاليا الفتره دي مش مركز خالص في السوشيال ميديا، ف يعني ما يعني مش لازم اعمله يعني الفتره دي. لا طبعا، لانه حقيقه انا اشوف المعدن والجوهر في المعنى اللي انت تقدمه مو في التوثيق. من الكويت ينضم إلينا رولاند أبي ناجي، مستشار أمن المعلومات والتحول الرقمي. رولاند أهلا بك معنا في العربية، في صباح العربية. بعد تويتر ها هي ميتا، سواء إنستغرام أو فيسبوك، تربط علامة زرقاء باشتراك مدفوع. ما الأسباب التي دفعت ميتا لذلك أولا؟ أول شيء صباح الخير سهام، صباح الخير نادين، صباح الخير لكل المشاهدين. بطبيعة الحال يعني مثل ما هلا كانوا عم يذكروا بالأرقام بالتقرير السابق، انخفضت إذا بدك مداخيل شركة ميتا اللي هن عم نحكي فيسبوك وإنستغرام وغيرها بأكثر من 8%، يعني عم نحكي 10 مليار دولار لعدة أسباب. أول سبب اللي هو موضوع الإعلانات يلي من وراء اللي عم تعمله إذا بدك أبل بموضوع الخصوصية، ما بقى عم بيقدروا ياخذوا كثير معلومات من المستخدمين وما عم بيقدروا يستهدفون بإعلانات، فانخفضت مداخيلهم من الإعلانات. وشفنا اوريدي شركه ميتا مثل غير الشركات اوريدي اضطرت تطرد عدد كثير كبير من الموظفين كرمال تخفف التكاليف تبعولها، فهلا عم يجربوا يفتشوا على مصدر دخل ثاني تقدر يامنهم استمراريه هذا الدخل. يعني في هاي الحاله صارت العلامه الزرقاء، هل صارت العلامه الزرقاء تجاره مربحه لعمالقه التكنولوجيا لا قيمه مضافه لصاحب الحساب؟ لا، هلا هن بطبيعه الحال اذا بدك شيء مربح على شركه ميتا او تويتر او غيرها من الشركات، بس كمان هن شو عم يجي يعملوا؟ عم يجي يقدموا لك خدمات اضافيه ما راح تكون لا
الحساب العادي، يعني من ضمنها انت اذا عم تطلع محتوى من حساب موثق رح يوصل لعدد اكبر من العالم، اذا حدا عم يعمل سيرش او عم يعمل اكسبلور رح يبين حسابك بشكل افضل، رح يكون في عندك كونتاكت مع السبورت تبعول شركه ميتا او تويتر بشكل افضل، فهول الخدمات كلهم رح يكونوا موجودين بس للحسابات الموثقه. طيب اللي ما فهمته رولا انت انه مارك زوكربيرج رئيس ميتا يقول ان هذه الخطوه في الدفع مقابل العلامة الزرقاء سيساهم في الأمان والمصداقية على تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، لكن منصات أخرى كتويتر شهدت شهر نوفمبر الماضي وقف الدفع بسبب نجاح أشخاص في انتحال شخصيات كبرى وانتحال صفة أشخاص مشهورين وقاموا بالاشتراك مقابل الحصول على العلامة الزرقاء. يعني هل هناك مخاوف من تكرار ما حصل؟ بطبيعة الحال في مخاوف، كرمال هيك مارك زوكربيرج تعلم من تجربة إيلون ماسك. إيلون ماسك كان عم يطلب بس العالم تدفع تاخد حساب موثق فيها تعمله باسم أي شركة أو أي مؤسسة بلا ما تكون مقدمة كل الإثباتات والبراهين. لهلأ عملوا بميتا أنه ما في أي حدا يوثق حسابه بلا ما يكون معه governmental ID أو بيأكد أنه هو صاحب هذا الحساب أو هو بيأكد ملكيته لهذا الحساب. طيب. يا الهوية كل يا شيء. يعني حتى ولو المسألة أنه صارت تأكيد لصاحب هذا الحساب على اسمه، ماذا لو إرهابي أو متشدد دفع هالمصاري وصار الحساب موثق، وخصوصاً أن الحسابات الموثقة تؤخذ بعين الاعتبار من حيث المعاملة في العالم الافتراضي؟ ما هذه النقطة الأساسية اللي حضرتكم ذكرتوها كمان بالمقدمة لما كنتوا عم تناقشوا بالموضوع. قبل كان موضوع أنه إذا بشوف أنا حساب موثق لشركة أو لشخص أو شيء بعتبر أنه هذا حساب موثوق أنا بقدر أوثق فيه وأقدر أوثق بالمعلومات تبعوله. هلا تغيرت النظرة لهذا الموضوع، ومثل ما ذكرنا صار أي شخص مجرد ما دفع مصاري وبأكد أنه هو ملكيته لهذا الحساب صار حساب فيريفايد، فحتى نظرة العالم للفيريفايد اكونت بطلت رح تكون مثل قبل كانوا هذا حساب صاحب مصداقية، صار بس انه هذا حساب معه بطاقة هوية وقادر يدفع المصاري فقط لا غير. طيب رولون، هل خسرت العلامة الزرقاء قيمتها بعد ان تحولت مقابل المال امانة؟ هي ما خسرت قيمتها، خسرت اذا بدك اوجه استعمالها. يعني رح اعطي مثل كثير بسيط، اذا نحن بنفوت على لينكد ان هذا الموضوع موجود من قبل كثير، في حسابات عادية في حسابات بنسميهم بريميوم اكونت يلي هي فيها خدمات اكثر، مش يعني هذا الشخص اذا بريميوم يعني شخص كثير مهم او شيء، هذا عم بيدفع مبالغ اكثر تياخذ خدمات اكثر. نحن ما ننسى كل المنصات فيسبوك انستغرام تويتر قلنا سلينا بنستخدمهم بشكل مجاني، طب شو المقابل اللي كنا نحن عم ندفعه؟ كنا عم ندفع الداتا تبعيتنا. هلا هن ما بقى عم بيقدر يستفيدوا كثير من الداتا تبعولنا مثل قبل تيستخدمونا باعلانات، بدهم شيء انكم مقابله، فنحن ما فينا نضلنا نقول بدنا نستعمل خدمه بشكل مجاني. طب انت كثير مختص ومهتم بهالمواضيع، تنصح العالم انه فعلا يروحوا يدفعوا ليوثقوا حساباتهم؟ انا برايي ان المبلغ اللي عم نحكي فيه $12 بالشهر اكيد اتورس، وخاصه يعني شفنا التقرير تبع العالم الاشخاص يلي ما بيعنيهم هذا الموضوع ومنهم اشخاص اذا بدك سوشيال ميديا اكسبرت او بيشتغلوا بالاعلام او بالميديا او اشخاص مؤثرين منهم بحاجه، بس اشخاص مثل حضرتكم او مثلي او الاشخاص يلي هن بابليك فيجر بمحل معين او عندهم كونتنت محتوى عم بيقدموه هيك لا اكيد ساعتها بيقدروا يحموا حالهم بيقدروا يوصلوا المحتوى تبعهم بشكل افضل، وكمان بالنهايه انا عم بكون عم بدفع مقابل الخدمه اللي انا عم بعملها، وبالنهايه اشخاص كثير وصلوا لملايين الفولورز ما حيستغنوا عنهم بس كلمه $12 بالشهر. طب حتى الان يا رولاند ما فهمت ايش الفرق بين الحسابات الموثقه والحسابات غير الموثقه اليوم على تويتر الذي استخدم هذه الخاصيه حتى الان؟ الكويت، من الكويت حدثنا رولاند ابي نجم مستشار امن المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لك.